عايزة أعرف إيه قصة إن أنتي سفيرة السعادة أول؟ أنا مبسوطة معاكي النهاردة. ثانك يو. وأنا كمان وإن شاء الله يبقى لقاء كله سعادة ونقضي على كل ملل. بصي، اشتغلت حاجات كتير، لقيت في الآخر إن كل الناس بتدور على السعادة مش عارفة توصل لها، فسبت الكارير وابتديت أدرس. كنت اشتغلتي إيه؟ كنت بشتغل في مجال التعليم. أوكي. شوية مدرسة وشوية قبل النظرة وشوية إدارية كتير. لقيت إن كل الشرايح صغيرين وكبار بيدوروا على السعادة، لما بيلاقوا الراحة النفسية والرضا والسلام بيتحولوا لشخصيات إيجابية باعثة للسعادة، محققة للآمال والأهداف والأحلام حتى لو هم صغيرين. فقررت ان انا هقفل كل الخطوات السابقه وابتدي ادرس ازاي اخلي الناس سعداء، او ازاي انا ابقى مبسوطه الاول وبعدين ابقى عميقه. درستي؟ درست طبعا. درست تنميه بشريه كتير. أوكي. وبكذا تخصص جواها. وابتديت اخد من الاعلام وسيله لنشر الثقافه الايجابيه وازاي نفكر بشكل بوزيتيف علشان نبقى مبسوطين. دلوقتي في الجيل الجديد يعني الناس كتيرة قوي طبعا بتحس بالروتين وبالملل، بتحس بالملل بسبب الروتين. بس الجيل الجديد بتلاقيهم حتى لو هم صغيرين في السن مش مبسوطين. يعني رغم انه كل حاجة متواجدة، ليه؟ كتر الفرايتيز اللي قدامهم اللي هي مش عارفين انا فين، انا ايه اللي بيبسطني، فبيجروا ورا الترند ورا الموجه ومش لاقيين نفسهم، فقد للهويه، فقد للشغف، هم مش عارفين ايه الامكانيات والمميزات اللي موجوده في شخصياتهم اللي من خلال تطويرها يبقوا هم مبسوطين. وازاي الشخص لازم يحدد الامكانيات والاهداف اللي موجوده جواه، ازاي يقدر يوصل للمرحله دي؟ ببساطه يكتشف نفسه، يتواصل معاها الاول، يعني يبقى في سلام وانا قاعد مع نفسي، حتى لو قاعد لوحدي بعرف اتعامل معاها، بعرف اسال السؤال ويطلع اجابه، يعني انا ايه احسن حاجه فيا؟ انا ايه المقومات اللي موجوده في حياتي؟ ايه السكيلز الموجوده في شخصيتي اللي انا لو استفدت بيها هعرف اطورها واعرف اطلع منها نتائج حلوه؟ الأسئلة دي بتبان إنها وجودية شوية، وهمية كده، إنما لو ركزنا كويس، أو أنت أحلى حاجة فيك إيه وأشطر حاجة أنت فيها واشتغل عليها أطورها واستخدمها، والحاجات اللي هي ضعيفة أحددها برضو واشتغل عليها عشان تبقى قوية. كل الناس تقدر تعمل كده؟ في ناس ما عندهاش الشخصية إنه هي تعرف الحاجات بس ما تقدرش تشتغل عليها وتطورها، هل هي محتاجة ناس اختصاصيين يساعدوهم في كده؟ طبعا، ده تخصص الكوتشنج أو المساعدين، اللي احنا بندرب الناس ازاي يكتشفوا نفسهم ويكتشفوا الحاجات الكويسة فيهم عشان يطوروا الأداء، ازاي يطوروا أهم حاجة توصلوا لنتيجة إيجابية. ده بيحتاجوا ساعات مساعدة، وفي ناس من كتر الألم والزهق والملل بيبقوا مضطرين ان هم يدوروا على حلول، خلاص هي قفلت، فانا لازم اطلع بره الاطار اللي انا موجود فيه عشان ادور على اهداف جديده، زي اللي حصل معايا بالظبط. هرجع لك تاني، هو انا ليه سافرت السعاده؟ اما درست وخلصت كل الاهداف هنا واستخدمت الميديا وكله، قلت انا لسه واقفه عند حته معينه، انا عايزه اكتر شويه. طلعت من مصر من هنا، كنت دربت شرايح الشباب والبنات المقبلين على الجواز، ودخلت على مريضات السرطان. جددت جواهم الامل، وازاي نكمل رحله العلاج، وازاي نعمل مشروعات صغيره، وازاي نبقى يعني عضو عامل في المجتمع، مش مجرد انا مريض وعايز مساعده وبس وخلاص. فسموني وزيره السعاده، ومن وزاره السعاده طلعت امريكا، درست كوتشنج، وهناك ساعدت اللاجئين، فدربت اللاجئين ازاي يكونوا مواطن صالح، مش مجرد لاجئ جاي من بلد عربي او من بلد يعني تم تهجيره من بلده. ده بياخد فتره طويله، بياخد وقت كتير علشان توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها. في ناس بتنور بسرعه، بيبقى عندهم استعداد، فمجرد تحفيز او طاقه ايجابيه بيبتدوا هم يتحركوا على الارض، وبالمتابعه وبالكوتشنج
بيتغيروا بسرعه، وفي ناس بتبقى محتاجه على الاقل 9 شهور لقاء اسبوعي او يعني متابعه. المرض حاجه مش سهله، يعني من الصعب جدا انه شخص يتقبل انه عنده مرض ويعني للاسف ممكن يخسر حياته. هل كل الناس لما انت ساعدتيهم مرضى السرطان تقبلوا الحاجه دي، يعني قدروا انهم يستفيدوا منها بطريقه ايجابيه ولا لا كان في اختلاف؟ الاغلب قدروا يتطوروا وقدروا يطلعوا من مرحله الحزن، بس بتبقى تتفاوت تدري. يعني في حد مثلا بيستحمل العلاج، وحد تاني بقى بيساعد غيره، وحد عملت مبادرات انها تساعد المرضى السرطان اللي زيها، وناس عملت مشاريع، في انا اعرفهم بقوا معدين برامج، في حد كويس. فتحت مؤسسه يعني صحفيه بقى عندها جريده. كل دول كانوا في الاول زعلانين وتعبانين ومطفيين، مجرد ما نورنا كده الالوان حتى بانت في لبسهم، بيلبسوا الوان مش لايقه على بعض، الوان غامقه، فواحده واحده ابتدت الالوان تنور ووشهم ينور، ايه ده انا ليا لازمه، انا ليا قيمه، انا فيا حاجات حلوه، انا مش بس عشان جزء من جسمي اتشال فمبقاليش يعني لازمه. المعامله السيئه اللي اتعاملوها من بعض الاهالي او الازواج اللي مش فاهمين وتعرضوا لأذى جامد جدا، فابتدوا عارفه النور لما يطفي كده تحس كده، فلما ابتديت اشتغل معاهم ابتديت انور انور اكتشف حاجات حلوه في شخصيه كل واحد، ومن هنا ابتدوا الله ده انا استاهل حاجات حلوه. الشخص السلبي اللي موجود في حياتنا هو اللي غطى عليها، هو اللي خلانا ما نشوفهاش، فانت جيتي وطورتي فيهم.